عثرت على خطاب من الملك عبد العزيز الله يغفر له لما توفت جدتي، وبلغوه أنها توفت، فمرس الخطاب وكان حريص على التفاصيل يعني. فكان يقول أنه من التفاصيل أنه خذوا هدومها أو ملابسها وكصدقة يعني، ورسوها للحساء ما أدري ليه يعني، كان محدد المكان اللي وتفاصيل أخرى ثانية. بعد ما توفت جدتي فأوصى الملك عبد العزيز وتزوج أختها اللي هي خالتي الله يغفر لها يعني، هيا بنت سعد السديري، وهي اللي رعت أبوي والأخوان الباقيين اللي هي أم الأمير بدر بن عبد العزيز الله يعني عمي بدر، فهي اللي قامت برعايتهم، هي اللي قامت بي وخذت على نفسها مسؤولية نشأتهم يعني.